أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم استاد الأهلي. يمكن طبعا اليومين اللي فاتوا كان كل الكلام منصب على الأزمة اللي حصلت في نهائي البطولة العربية ما بين، طبعا كان النهائي كان ما بين الترجي التونسي والفيصلي الأردني، ويمكن الأحداث اللي حصلت أثناء المباراة وبعد المباراة من جماهير الفيصل الأردني، يمكن ناس كتير قوي كانت مستاءة، وناس كانت في بعض على السوشيال ميديا كانوا ضد كابتن إبراهيم نور الدين، وده في حد ذاته كان شيء خطأ من بعض التصريحات أو بعض الكومنتس اللي بتبقى موجودة على الفيسبوك، نتيجة طبعا في بعض الناس بتتكلم ان كابتن ابراهيم ليه توجهات في الدوري المصري، فبالتالي مش عايزين نتكلم في الجزئيه دي، لكن الجزء الاهم او المنظور الثاني اللي انا ببص فيه لهذه الازمه هو الجزء اللي هو الاداري، لان دايما اي شغف في الملاعب بيحصل نتيجه تصريحات بتبقى من البدايه اداريه، فبالتالي بتوصل للاعبين وبتوصل للمسؤولين داخل الملعب سواء بقى جهاز فني او لاعبين، فبالتالي بيحصل عمليه الاحتقان داخل الملعب، وزي ما احنا شفنا الاعتراضات اللي موجوده للاعبي الفيصلي مش من مباراه الترجي فقط لا غير، ولكن من قبل كده احنا يمكن قبل مباراه الاهلي كان في بعض تصريحات، ويمكن قبل البطوله لو نتذكر التصريحات الخاصه بنائب رئيس النادي وكان هو رئيس البعثه لنادي الفيصلي الاردني الاستاذ رئيس كان نائب اسمه حسام، كان يعني اعتقد تصريحاته كانت قويه جدا، كانت ضد كابتن حسام البدري لو نتذكرها، ونادي الفيصلي الاردني كان مشكور نتيجه طبعا ما يحصلش اي مشاكل من بعد هذه التصريحات، غير رئاسه البعثه لنائب رئيس النادي الفيصلي الاردني، يمكن رئيس النادي هو سلطان العدواني لو نفتكر اسم هذا نائب الرئيس، كان بتصريحاته الخاصة بهذا الشأن، ولكن طبعا عايز أقول لكم أن التصريحات نفسها اتكملت مع اتنين من المسؤولين في الفيصلي الأردني، كان أستاذ سلمان العساف مدير الكرة وسامح حلواني، اللي كانوا يمكن سبب لو جينا شفنا اللقطات بتاعة الفيصلي الأردني هنلاقي أستاذ سامح حلواني هو اللي بيضرب كابتن إبراهيم نور الدين في الملعب، لكن عايز أقول لكم الأسلوب التصريحات نفسها ما قبل المباريات ده قدامنا على الشاشة، ونشوف تصريحات أستاذ سامر وأستاذ سامر العساف سلمان العساف وسامر الحلواني في تصريحاته ما قبل مباراة الأهلي بالذات، هنعرف أن عملية الاحتقان كانت موجودة ما قبل مباراة الترجي، يعني النادي الأهلي ملوش طرف تماما في هذه البطولة، لكن يعني هي دي النقطة الاحترافية بقى، الاحترافية ان انا نادي الفيصلي نادي كبير، نادي واخد بطولة دوري وكاس وهو الزعيم زي ما بيقولوا في الأردن بشكل كبير، فبالتالي اختياره للناس اللي ممكن يبقوا مسؤولين ويقدروا يطلعوا تصريحات، فبالتالي التصريحات دي بتوصل للاعبين، وبالتالي اللاعبين بيبقوا عندهم الحماس او عندهم احتقان، فبالتالي اللي حصل ان التصريحات دي وصلت احتقان للاعبين، فبالتالي الجمهور لما بيشوف لعيبته وبيشوف الجهاز الفني اللي انا يمكن بشيد بمستر نبوتشا المدير الفني اللي هو محترف، وده اللي انا عايز اتكلم عليه، هو ده اصلا اساس الفكره عندي، ان الاحتراف للاسف في بعض الدول العربيه او بعض الفرق العربيه مش موجود بشكل كامل في الحته الاداريه. نبوتشا كان بيتكلم دايما سواء على اي فرقه بيقابلها ان انا بحترم قرارات التحكيم، بحترم الفريق اللي قدامي، بيتعامل في الملعب فقط لا غير، لكن الشكل الاداري اعتقد من خلال التصريحات كان الى حد ما ناقص بشكل كبير، عنده مشكله في خروج الكلام، فبالتالي اكيد اللاعبين بيوصل لهم الكلام ده، فبالتالي في الملعب كان بيحصل عمليه من عمليات الاحتقان، بالتالي وصل للجماهير وفي الاخر يحصل اللي احنا شفناه في الاخر، عشان كده بقول يعني النادي الفيصلي الاردني انتقاء المسؤولين اللي ممكن يبقوا يطلعوا يقولوا التصريحات، انت اختار زي ما انت عايز مين يدير الكره عندك، ولكن اختيار المسؤولين ممكن يطلعوا يقولوا التصريحات، يمكن احنا عندنا تصريح ما قبل المباراه الاهلي وهو يمكن كان كلامه لحد ما كان ماشي بشكل مظبوط لغايه لما قال ان احنا الاعلام بيحاول يبخس حقنا كنادي فيصلي و و و و وهو ده المشكله اللي يمكن كانت واصله للاعبين ان هم مضطهدين، ان هم مش هياخدوا البطوله حتى لو هم في احسن حاله او احسن فريق في البطوله، وده في حد ذاته غلط، الكوره اجتهاد وهم اجتهدوا بشكل كبير كفريق فيصلي، فريق ممكن الكره الاردنيه لحد ما احنا لينا رابط كبير معاهم من خلال طبعا كابتن محمود الجوهري وجميع المدربين اللي راحوا بعد كده عشان
يطوروا الكره الاردنيه، سواء بقى كابتن محمد عمر، كابتن حسام حسن، كابتن محمود جوري طبعا في البدايه، وعمليه التطوير الكبيره اللي حصلت هناك. طبعا يعني انا ما انكرش ان في مجهود كبير الامير علي بن حسين طبعا رئيس الاتحاد الاردني اللي بيقوم بدور كبير جدا في تطوير الكره، ايضا رئيس نادي الفيصلي الشيخ سلطان العدوان، انا اسف ان انا خلطت ما بين رئاسه النادي والنائب الرئيس، لكن الشيخ سلطان العدوان اعتقد ان هو حتى ما بيتكلمش، هو اعتقد ان القرارات اللي بعد كده والبيان اللي طلع من نادي الفيصلي الاردني بالاعتذار عن ما حدث في هذه المباراه او نهايه البطوله كان جميل جدا وحاجه جميله جدا، لكن احنا بنتكلم على مستقبل الكره العربيه ومستقبل الاحتراف. انا عايز اقول لكم في موقف من مواقف النادي الاهلي طول عمره عنده جزئية مهمة جدا، الاحتراف في كل حاجة، ازاي انا اتعامل مع كل مباراة، اتعامل مع المشكلة. ما شاء الله احنا عندنا في النادي الاهلي كابتن سعد حفيظ لما بيطلع يتكلم كل كلمة محسوبة بشكل مميز، احترامه للفريق اللي قدامه، احترامه للجماهير، احترامه للبلد اللي ممكن يكون فيها النادي الاهلي، احترامه. يمكن احنا كان عندي وقعة، احنا بطولة البطولة العربية او بطولة النخبة كانت في ابها، كابتن صالح سليمان رحمه كان هو رئيس النادي في توقيت ده، وكان موجود كرئيس بعثه في هذه او الفتره دي والوقت ده والبطوله ده، لما حصل مشكله ممكن مع الفريق ويمكن حصل شويه شغب وكده من الجماهير، واحنا طبعا كلاعبين كنا في السعوديه، فبالتالي مع جمهورنا ما كانش كبير بالشكل اللي كان موجود، ولكن طبعا مجرد ان حصلت مشكله كابتن صالح قال لنا خلاص محدش يطلع يستلم الجوائز عشان ما يحصلش احتكاك ما بيننا وما بين الجماهير، واللي حصل ان الميداليات جت لنا لغايه عندنا، فبالتالي عشان ما يعني ده فكر موجود وفكر احترافي كابتن صالح سليم كان بيحاول يوصله. احنا عايزين كل الفرق بكل اداراتها يبقى عندهم حد متحدث يقدر يطلع بتصريحات معينه، ما تحاولش تبقى فيها احتقان، عشان الاحتقان ده في الاول وفي الاخر يوصل للاعبين، يوصل للجمهور من خلال طبعا تصرف اللاعبين داخل الملعب، وهذا هو يمكن الفكره اللي انا كنت عايز اوصله. لكن طبعا انا يهمني طبعا نشوف بدايه احتقان فريق الفيصلي او اللاعبين داخل الملعب من تصريحات المسؤولين في قبل مباراة الأهلي، وهو معانا دلوقتي أحمد وجاهز نقول ونرجع بقى، يعني هتفهموا أنا كان المقصود إيه، إن المباراة أصلا مباراة الترجي كانت ماشية بشكل عادي والدنيا بشكل عادي، أخطاء موجودة، كابتن إبراهيم نور الدين عادي بيخطأ وكل الحكام بيخطأ، إحنا بنشوف بطولات أوروبية بتحصل شغالة دلوقتي وفي فرق أوروبية بتجهز بشكل كبير من خلال هذه البطولات الودية وما بيحصلش أي مشاكل، اللي بياخد النهائي بياخد النهائي، ولو نتيجة خطأ بياخد النهائي وزي ما بنقول البطولة بتنتهي من غير أي مشاكل. إحنا هنا ليه كدول عربية أو كفكر عربي إلى حد ما وصلش لنقطة الاحتراف، ليه ما بنوصلش للحتة دي؟ أعتقد أن فريق الفيصلي قدامه كتير في الجزئية دي كفريق، فريق قوي، فريق بيتطور نفسه بيشتغل بشكل جيد، ولكن حتة التصريحات هي اللي وصلت اللاعبين للمرحلة دي. هشوف التصريحات ونرجع أكمل كلامي عن هذا الشأن. لاعبتنا جاهزين لأي مباراة كانت، ونتشرف بلقاء أخوي آخر مع نادي الأهلي، ونتشرف لو كان في لقاء ثالث، احنا ما عندنا مشكلة، والحمد لله الكل يعمل على قدم وساق لخدمة النادي الفيصلي والدينامو. أنا ما بدي أحكي هو أخوي يعني، بس الدينامو اللي متحرك دائما، أخونا سامر الحراني اللي طار أكثر من الكباتن اللي بالطيارة علشان يأمن كل مستلزمات اللعيبة عن طريق معالي الشيخ سلطان ماجد العدوان، رايح جاي على الأردن، الله يعطيه العافية، والله يعطي العافية لكل من اجتهد واشتغل، وإن شاء الله جاهزين للقاء إحنا، وإن شاء الله الفوز حليفنا. إن شاء الله مش هيبقى حليفكم، هيبقى حليفنا إحنا بس. أنتوا بعد المباراة الأولى شايفين المباراة التانية إزاي، خصوصا أن أنتوا قدرتوا تفوزوا على النادي الأهلي في أرضه وسط جماهيره، المباراة التانية شايفينها إزاي؟ إن شاء الله ما راح تختلف عن المباراة الأولى، إن شاء الله ما راح تفرق عن المباراة الأولى بشيء. النادي الأهلي مكتمل. النادي الأهلي اللي بيلبس شعار الأهلي هو مسؤول عنه، سواء مكتمل بيلعب بأي لاعب، اللي بيلبس شعار الفيصلي مسؤول عنه، واللي بيلبس شعار الأهلي مسؤول عنه. إحنا دائما الفريق الكبير جاهز باسمه قبل لعيبته، وإحنا نحترم الأهلي، كل الاحترام للأهلي، فريق كبير وعريق، وأنا كررتها أكثر من مرة بالمقابلات، هو زعيم إفريقيا، لكن الفيصلي مش أقل من الأهلي إن شاء الله. رؤيتك للمباراة أكيد ده مباراة مهمة بالنسبة لكم، وعايز أتكلم عن أهدافكم وطموحكم من خلال البطولة، خصوصا إن أنتوا قدرتوا تفوزوا في 3 مباريات، قدرتوا تحصدوا 9 نقاط في المجموعة الأولى. المباراة دي بالتحديد شايفها
يا صديقي، أول شيء أشكرك. إحنا من بداية البطولة حديثنا كان إنه إحنا جايين للمنافسة على البطولة. بعمر النادي الفيصلي برئاسة معالي الشيخ سلطان وعبر تاريخه بعمر النادي الفيصلي ما شارك إلا للمنافسة على الألقاب. نحترم النادي الأهلي، فريق كبير. إحنا جد كتير مبسوطين إنه أعدنا شمل النادي الأهلي بسرعة. النادي الاهلي اعلن حاله الطوارئ باستعاده لاعبينه، مدربه كان باجازه قطع الاجازه، معناته هذا يدل انه الفيصلي فريق كبير. اوضح لك حاجه، خليني اكمل. هذا تصريحكم كان، الا اذا انتم عندكم تناقض بحديثكم هذا شيء ثاني. الفيصلي فريق كبير، احنا جينا للمنافسه، اللي بده ينافس على بطوله ما عنده اي مشكله مع مين يلعب. نحترم الفريق الاهلي بانجازاته بعراقته بجمهوره بارضه، وايضا ثقتنا عاليه بلاعبتنا. كل الدعم كان للفريق من معالي الشيخ رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره. ان شاء الله تكون مباراه تليق باسم الفريقين، وان شاء الله بعد المباراه حتباركونا، لانه ثقتنا كبيره بلاعبينا. اكيد برضه الفريق الاهلي احنا مش مستهينين فيه، فريق كبير وحقه يلملم كل اموره ويستدعي كل لعيبته للمنافسه على اللقب. وبرجع بقول مباراه تليق باسم الفريقين. الاربع فرق اللي وصلوا على المربع الذهبي هم كبار العرب، يعتبروا بما انه شاركوا الابطال العرب هم كبار العرب. ان شاء الله تطلع مباراه نظيفه، التحكيم يكون على قد المسؤوليه، ما ينحاز التحكيم لطرف معين. وانا بوعد الجميع عبر قناه الاهلي، اذا كانت اللجنه المنظمه بحاجه فريق انه تكون النهائي جماهيري، فان شاء الله ملعب برج العرب ان شاء الله حيكون الفوز حليفنا، وحتلاقوا جماهير الفيصلي كانه بنلعب بارضنا وبلدنا، ورغم انه مصر هي بلدنا الثاني. والله يديم عليها نعمه الامن والامان، ولكن الفيصلي جاهز، الفيصلي اجى ينافس على البطوله، احنا جاهزين. نتمنى من الله انه الفوز يكون حليفنا، والباقي من توفيق من رب العالمين. الاهلي كبير، الفيصلي كبير، ولكن ثقتنا كبيره بلاعبيتنا. وان شاء الله برجع بقول لك، انتم سويتوا معي مقابله قبل المباراه الاولى ونفس موعد الغداء، وكان الفوز حليفنا الحمد لله رب العالمين. وجهكم خير علينا، وان شاء الله غير اليوم يكون وجهكم خير علينا، وبتمنى ما تلغي المقابله عشان يضل وجهك خير علينا. مش هتتلغي ولا حاجه، بس خلصت اتكلم. خليني اقول لك ان في البدايه كابتن حسام البدري ما قطعش اجازته، هو دي كانت مده اجازته، وكان الطبيعي محدد ليه المعده ان هو يوصل للقاهره ويقود فريق النادي الاهلي في بقيه مباريات البطوله في حاله النادي الاهلي واصل مشواره. ايضا الحاجه الثانيه اللي حضرتك اتكلمت عليها وهي لاعبي النادي الاهلي، كان محدد ليهم ايام معينه للراحه فقط، وكان بدليل النادي الاهلي من اي 33 لاعب في القائمه الافريقيه، لو هو ما كانش عنده النيه ان يشارك لاعبي النادي الاساسيين ما كانش هيستدعيهم او ما كانش هيعيدهم من البدايه طبعا في القائمه. من خلال خبرتي الصغيره بالرياضه، لما انا بدي اشارك على سبيل المثال بطوله الدرع الاتحاد الاردني واقول بدي اشارك بالفريق هدول، معناته هذا الفريق هو فريق يمثل النادي الفيصلي، حتكون ثقتي فيهم كبيره، وعشان ما اهز الثقه فيهم بلشت البطوله فيهم بنهي فيهم. اي نادي كبير بيكون عنده 20 لاعب المفروض يكونوا على نفس المستوى على نفس الجاهزيه، لما انا اقعد اريح لمباريات معينه جزء، هذا بنزل من ثقه اللاعبين، وهذا زعزعت بثقه اللاعبين. لما انا تكون ثقتي بلاعبين كبيره بلشت فيهم بطوله بنهي فيها مهما كانت النتيجه. انا لازم يكون عندي هدف، جينا للقاهره لننافس على بطوله ابطال العرب، الفريق اللي اجيت فيه بكمل فيه، لا بستدعي اي لاعب ولا بستبعد اي لاعب. هذا شان داخلي بالاخر لاخواننا فني خاص بالجهاز الفني وكابتن حسام البدر. نتحدث عن مباراه اليوم ان شاء الله نشوف مباراه تليق بالاسمين العريقين، الاسمين الكبيرين. الفيصلي للاسف انا برايي الاعلام المصري ما اعطى حقه، ما اعطى شو تاريخ النادي الفيصلي. بطولات دوري عندنا 33 بطوله دوري، 19 بطوله كاس، كاسين اتحاد اسيوي، مشاركاتنا دائما كانت مشرفه، وان شاء الله ان شاء الله غير البطوله هي الفيصلي مثل ما عود الجميع وعود العرب انه يكون خير ممثل للكره الاردنيه، وبعد المباراه لنا لقاء ان شاء الله. يعني هو الكلام عامه كله ماشي بشكل جيد، لكن خلي بالكم في نقطه هو يعني راح لها، هي حته التحكيم، وكانت دي قبل مباراة الأهلي لو نتذكر. يمكن المباراة احنا كلنا شفناها، واللي اتضر من التحكيم هو النادي الأهلي من خلال طبعا ضرب الجزاء واضحة لصالح جمعة والحكم ما حسبهاش، ما اتكلمش، النادي الأهلي ما اعترضش ولا قال، ولا كان حتى قبل المباراة بيوجه
زي ما بيقول بيوجه ان في فريق معين اللجنه المنظمه عايزاه لقاء جماهيري، هيكون الاهلي طبعا، وهو ده من ضمن كلامه ومضمون كلامه ان اللجنه المنظمه عايزه الاهلي هو اللي يوصل للنهائي مع فريق من الفريق سواء بقى الترجي او كان من فتح الرباط. لكن هو اتكلم على التحكيم وحته ان انا اللجنه المنظمه موجهه الموضوع، لكن طبعا اللي اتضر في الاخر هو الاهلي المصري من خلال طبعا التحكيم. فبالتالي واضح جدا ان هو المشكله اللي حصلت مع كابتن ابراهيم نور الدين موجوده من قبل ماتش الاهلي، حته ان انا لا ما هتظلم ومضطهد من التحكيم، فده في حد ذاته وصل للاعبين اكيد الكلام ده، ومن خلال طبعا اجتماعاتهم هم كمسؤولين مع اللاعبين وصل للاعبين. فبالتالي كان وضع طبيعي ان يحصل خطا بعد الماتش، تلاقي اللاعبين بيعملوا كده، وبعد الماتش تلاقي من خلال اللاعبين لما عملوا كده اكيد جمهورهم لازم يعمل اكتر من كده. فبالتالي جزئيه التصريحات نفسها لازم حد يبقى واخد باله منها، لان النادي الفيصلي بمستواه وصل للنهائي، بشغله وصل للنهائي، بعض الاخطاء التحكيميه استفاد منها وضع طبيعي على حساب الاهلي، وبعض الاخطاء التحكيميه ما استفادش منها وخرج او خد المركز الثاني في البطوله، ده وضع طبيعي. ما بعد المباراه هو ده بقى كانت المشكله نتيجه التصريحات اللي قبل كده. ايضا اتكلم على الاعلام المصري اللي ما ادوش حقه، احنا هنا يمكن كنادي اهلي او قناه النادي الاهلي فردنا لكل الفرق ومنهم طبعا فريق الفيصلي، وكنا بنشيد على فكره بفريق الفيصلي. فبالتالي حته الاضطهاد حتى من الاعلام المصري كانتش موجوده، اعتقد كل الفرق او كل القنوات فردت بشكل كبير لكل الفرق البطوله. فواضح جدا جدا ان في بعض الامور ممكن بعض المسؤولين او المسؤول سواء كابتن سلمان العساف او سامر حلواني، طبعا كابتن سلمان العساف هو اللي ضرب كابتن ابراهيم نور الدين بشكل اعتقد ان هو ما ينفعش كروح رياضيه يحصل كده، لكن خلاص الموضوع انتهى. لكن دايما التصريحات لازم تبقى فيها احتراف. نبوتشي لما كان بيتكلم بقول لكم كان بيتكلم مدير الفني لفريق الفيصلي كان بيتكلم بشكل مميز جدا، هو ده محترف، يمكن عشان بلدهم وصلت لمرحله الاحتراف في كره القدم والشكل المظبوط قبلنا بشويه. فبالتالي طبعا فريق او الكره الاردنيه داخله بشكل جديد على مرحله الاحتراف، فبالتالي اعتقد ان هي ناقصهم حته التصريحات من خلال حد محترف في هذه الجزئيه. ايضا يعني خير ممثل طبعا كان الفيصلي، ما اتكلمناش عن شيء، هو اعتقد فريق قوي وفريق مميز بدليل المباراه النهائيه، هو عمل مباراه جيده جدا امام فريق الترجي. فبالتالي لازم ناخد بالنا، هي الفكره لازم ناخد بالنا من كلامنا، لان الكلام ده احنا دول عربيه مع بعض، ما ينفعش ان انا اكون في مصر اتكلم بشكل توجهي لبعض الفرق او ان اللجنه المنظمه عايزه فرق معينه بعينها تبقى في نهائي البطوله، لا، الموضوع ده كان خطا كبير من المسؤولين في نادي الفيصلي او استاذ سامر الحوراني امين صندوق النادي الاهلي، وهو ده يمكن عمل احتقان من قبل مباراه الاهلي وحتى مباراه الترجي وما بعدها. يمكن